نشرة رابعة. استشهد 5 منتسبين للجيش بينهم آمر فوج وأصيب 5 إثر تعرض إرهابي على قطع العيث في مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين. بيان لوزارة الدفاع: نعى العقيد ركن خالد ناجي أمر الفوج الثاني في اللواء 93 ضمن فرقة المشاة 21 مع عدد من المقاتلين بعد استشهادهم خلال التصدي للتعرض الإرهابي. وذكرت وكالة رويترز أن التعرض وقع في منطقة لا تزال تشهد نشاطا لبعض خلايا داعش بعد سنوات من إعلان النصر على التنظيم الإرهابي وتأكيدات بغداد الأخيرة بانتهاء خطره وانتفاء الحاجة إلى التحالف الدولي لمحاربته. يزور رئيس أقليم كردستان جرفان بارزاني بغداد اليوم للقاء رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. المتحدث باسم رئاسة الأقليم دشاد شهاب ذكر في بيان أن بارزاني سيبحث مع السوداني العلاقات بين أربيل وبغداد والنقاش بشأن عدد من الملفات والقضايا المشتركة. وكان بارزاني زار بغداد أواخر الشهر الماضي حيث التقى كبار القادة والسياسيين وحضر اجتماعا لائتلاف إدارة الدولة، كما زار طهران الأسبوع الماضي للتباحث في العلاقات المشتركة وتعزيز استقرار المنطقة. تحديد البرلمان موعد انتخاب رئيسه هو اختبار جديد للقوى السياسية في حسم شغور المنصب النيابي سواء تحت قبة التشريع أو في صالونات السياسة. أكثر من نصف عام على إدارة جلسات البرلمان بالوكالة، مدة لا يبدو إنها ستطول أكثر بحسب المعطيات بعد تحديد السبت المقبل موعدا لجلسة التصويت على الرئيس الجديد. ومع تحديد الموعد ثمة تساؤلات تطرح: هل سيحسم المنصب داخل جلسة التصويت بقرار أعضاء البرلمان، أم إن الاتفاقات السياسية خارج بيت التشريع ستكون الكفة الأرجح لحسم شغور المنصب وفقا لأمزجة سياسية تتحكم باستحقاق غائب عن المكون السني منذ 6 أشهر؟ من ستكون له الغلبة في قضية التسمية تحت قبة البرلمان وليس خارجها؟ يعني اليوم الاتفاقات البينية ربما تتغير تحت قبة البرلمان، حتى قضايا المصالح أعتقد هي من باتت تعرقل هذه القضية، فربما اليوم نشهد اتفاق مختلف. على الأرض ملفات وقوانين مهمة تنتظر رئيس البرلمان الجديد، تحديات سياسية تضع رؤساء الكتل ونوابهم تحت قبة البرلمان أمام مسؤولية كبيرة في اختيار رأس الهرم في سلطة التشريع. وبحسب القراءة السياسية فإن الانقسامات بين الكتل لا تزال واضحة المعالم. أعتقد يوم السبت سيتم حسم انتخاب رئيس البرلمان لربما تكون في الجولة الثانية وليس الأولى. نعم، انقسام ليس داخل البيت السياسي السني فقط وإنما حتى داخل البيت السياسي السني والشيعي وحتى الكردي، لربما هناك من يعيد هذا أو ذاك. لا ثوابت في العملية السياسية، لكن الثابت حتما هو الاتفاق الذي قد يأتي بحوارات في الأيام المقبلة، بل حتى في اللحظات الأخيرة قبل انتخاب رئيس البرلمان الجديد. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد. قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري لبرنامج مع ملا طلال إنه لا يوجد مانع سياسي لإرسال الحكومة جداول موازنة السنة الحالية إلى مجلس النواب، عازيا تأخرها إلى تضخم الإنفاق العام. تأخير إرسال الجداول لا يوجد أي شيء سياسي فيما يخص موضوع إرسال الجداول. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عدم إرسال الجداول هو بسبب العجز الكبير وكذلك إيقاف الإنفاق على المشاريع المستمرة داخل المحافظات وتجمل حجم الإنفاق الحكومي تضاعف بشكل كبير جدا في من خلال موازنة 23 وجداولها ووصل العجز إلى أكثر من 63 تريليون. هاي نقطة. النقطة الأخرى، عجز 24 جداول 24 تجاوز 80 تريليون وهو عجز كبير. وين أنفقت؟ وهو عجز كبير جدا. الإنفاق الفعلي الذي هو الحاصل حاليا آخر خطوة قامت بها وزارة المالية قامت بها الحكومة بشكل كامل هو سحب التخصيصات الموجودة في دوائر الدولة، التخصيصات التشغيلية في دوائر الدولة في المحافظات منها ما المجاري البلديات غيرها حتى تحدد الإنفاق بسبب عدم وجود سيولة نقدية كافية لتغطية هذه المشاريع.
من جانبهم قال خبراء في المال والاقتصاد أنه لا يوجد نقص في السيولة النقدية عند الحكومة، مشيرين إلى غياب الرقابة البرلمانية على تنفيذ موازنة العام الماضي. أما الفلوس أن تنسحب لأن بدأوا يطبقون ما يسمى حساب الخزانة الموحد، تندفع وبعد أسبوعين تنسحب الأموال إذا ما انصرفت على الرواتب فقط. لذلك سيولة ما عندنا أي مشكلة. المشكلة الرئيسية هو اللي قاعد يصير بين مجلس النواب وما بين الحكومة، متى تأتي الجداول؟ لأن الفقرة 2 من 77 تلزم الحكومة بأن تقدم الجداول توافق عليها. الحكومة ما توقف كأنها موازنة والصرف مو واحد. إن المشكلة حقيقة في كل الموازنات التي حدثت بالسنوات السابقة وفي سنة 23 هو غياب الرقابة وغياب المحاسبة. يعني في 23 ما شفنا حسابات ختامية، اليوم هناك طبعا العجز المخطط كان 63 تريليون، لكن الفعلي الذي صرف مقارنة مع الإيرادات كان لا يوجد عجز يعني حسب البيانات اللي صدرت. ولكن هل تم تنفيذ إجراءات الموازنة أو بشكل كامل في 23؟ هل هناك لجان في مجلس النواب حقيقة يقوم بمتابعة ما الذي تم صرفه في 23؟ هذا الجانب الأول يحتاج إلى إجابة واضحة من مجلس النواب. أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن العراق رفع حيازته من الذهب في شباط الماضي بمقدار يزيد على 3 أطنان ليصل الإجمالي إلى أكثر من 145 طنًا، وتشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطاته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل. ويعد الذهب ملاذا آمنا تقليديا للمستثمرين، وخاصة في ظل فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي أن واشنطن تعمل مع بغداد على إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بشكل منظم ويلبي حاجة العراقيين. نعمل مع الحكومة العراقية وزملائنا في مجلس الأمن لإنهاء مهام يونامي بشكل تدريجي منظم ومسؤول، لا يلبي حاجات الشعب العراقي فحسب، بل يضمن أيضا استمرار التقدم نحو حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت. أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قتلة الدكتور فيصل الحويزي. مراسل يو تي في نقل عن مصادر مطلعة قولها إن المحكمة أصدرت الحكم على 3 متورطين بمقتل الدكتور الحويزي استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات. وكان المدانون قد هاجموا الأسبوع الماضي الدكتور المغدور وقتلوه في منزله بهدف السرقة. أعلن محافظ المثنى مهند العتابي مصادقة رئيس الوزراء على فتح منفذ جميمة لصالح السماوة، مشيرا إلى أن المنفذ سيدعم الاقتصاد والتجارة ويسهل مرور الحجاج. بشرى مصادقة دولة رئيس الوزراء المحترم والمشكور حقيقة على حسم منفذ جميمة لصالح محافظة المثنى. هذا المنفذ حقيقة اللي كان حلما، إخوان هذا المنفذ سيكون حقيقة مصدرا ماليا ومعرفا للمحافظة. هذا المنفذ يعني كل الحجاج والمعتمرين سيمرون من هنا من محافظة المثنى. هذا المنفذ يعني أقصر الطرق بين الغرب والشرق هو من هنا محافظة المثنى. هذا المنفذ يعني مرور الكثير من التجارات ومن التبادل التجاري ومن البضائع من هنا من محافظة المثنى. اليوم نحن كنا نترقب توأم مهم وهما منفذ جميمة وخط التنمية. وقال مؤيد الياسري النائب الأول لمحافظ المثنى أن السماوة حصلت على مبلغ من الحكومة للبدء بأعمال البنى التحتية لمنفذ جميمة ليرى النور خلال أشهر.
حصلنا على مبلغ يعني وزاري، هذا المبلغ إن شاء الله يعني يسد الحاجة إلى أنه نبتدئ بالأعمال، منها الطرق والكهرباء والبنى التحتية لهذا المنفذ. إن شاء الله إحنا راح نتواصل بشكل يعني حثيث مع الوزارات المعنية، وسوف ننجز هذه القضايا بشكل سريع جدا، لأنه إحنا جادين إنه هذا المعلم يعني يكون افتتاحه بشكل يعني قريب جدا، ويكون يعني خلال الأشهر القادمة إن شاء الله يعني يرى النور بشكل حقيقي. يصدر العراق تمورا بنوعيات نادرة لا تتم زراعتها إلا في واسط، لكنها تعود مغلفة ومعبأة من الخارج بعملية استيراد غريبة تستنزف الاقتصاد العراقي. 80,000 دون من زراعي من بساتين النخيل في واسط أتت أكلها هذا الموسم بحسب مديرية زراعة واسط. أكثر من 40% من تمورها صدرت إلى دول الخليج وإيران. الجمعيات الفلاحية هنا أكدت أن معظم التمور المصدرة تعاد إلى العراق بعد تغليفها بصورة مختلفة، فتستورد ثمارنا المصدرة بأسعار وصلت إلى 60% من سعرها المباع. لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك نوعيات من التمور النادرة التي أنعم الله محافظة واسط بها، هذه النوعيات تهرب إلى الدول المجاورة ثم تعاد مرة أخرى تباع إلى نفس الدولة نفس العراق بطريقة نظامية وطريقة حلوة وطريقة تعباء جميلة. مديرية زراعة واسط بيّنت أن هنالك 70 نوعا من التمور في واسط لا يزرع أغلبها إلا في مناطق شرقية واسط كبدرة وجصان، لكنها باتت تستورد من دول الجوار، ما دعا المديرية إلى تفعيل الدور الرقابي والتسويقي على هذه الأنواع النادرة وتفعيل الصناعات التحويلية على التمور. أكو يعني مشاكل بتسويقها، لكن يحتاج دعم من الحكومة، يحتاج أن تكون هناك جهة متخصصة يعني تسويق التمور. أيضا نحتاج إلى بعض الصناعات التحويلية اللي هي مكملة لعملية الإنتاج. قرابة 500 دينار فقط سعر الكيلو الواحد المصدر من واسط إلى إيران، فيما تستورد بعد تغليفها بأسعار تصل إلى 3,000 دينار بحسب بائعي التمور، أما المعدل منه بعد إضافة المكسرات فيتجاوز سعره 6,000 دينار. من واسط حمزة الأسدي، UTV. 15 طبيبا نفسيا في نينوى بمعدل واحد لكل ربع مليون مواطن، فيما يقصد نحو 1750 مراجعا وحدة الأمراض النفسية الوحيدة في الموصل للتخلص من أمراض الصدمة والاكتئاب والقلق العام بفعل سنوات الإرهاب. نحو 1750 مراجعا يزور وحدة الأمراض النفسية الوحيدة في الموصل، من بينهم 250 حالة جديدة تتوزع إصاباتهم بين أمراض الصدمة وتمثل ما نسبته 20%، والقلق العام والاكتئاب بنسبة 15%. زيارات المرضى الذي يزورون المستشفى السلام التعليمي ومستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى الموصل العام، قسم منها بسيطة وقسم منها متوسطة وقسم منها شديدة. فحالات البسيطة يتم استشارة طبيب النفسي في كيفية التخلص من المرض، والحالات المتوسطة والشديدة يتم إدخالها إلى ردهات المستشفيات. صدمات نفسية تعرض لها كثير من الموصليين نتيجة الحرب ومشاهد العنف والتنكيل التي مارسها الإرهاب، تسببت بمضاعفة أعداد المرضى إلى 3 أضعاف عما كانت عليه نينوى قبل احتلالها. زادت الأعداد تقريبا بما فيه تقريبا إلى 3 أضعاف عن الضعف ما قبل داعش، كون أنه المعركة دخلت يعني حرب ودخلت خسائر يعني بشرية ومادية، وقسم من العوائل فقدت يعني منازلها. ورغم الأعداد الكبيرة فإن أعداد الأطباء النفسيين لا يتعدى 15 طبيبا بمعدل طبيب لكل 250,000 مواطن، فضلا عن نقص الأسرة إذ لا تتجاوز 32 سريرا تتوزع على مستشفيات المحافظة في وقت تحتاج فيه الموصل إلى أكثر من 200 سرير. الموافقة على إنشاء المستشفى موجودة من قبل الوزارة، المساحة الأسرة 200 سرير،
ولكن احنا عندنا مشكله في المكان، الارض ما عندنا. احنا نطالب من منبركم مديريه البلديه في محافظه نينوى تخصيص قطعه ارض لغرض بناء هكذا مستشفى. ممكن انه باطراف القريبه على محافظه نينوى مو الا داخل مدينه الموصل، ولكن هذه ال 200 سرير يعني اكو بها شروط خاصه، اقل مساحه تكون لازم اقل شيء 15 دونم، لان هذه تحتوي على مساحات خضراء، تحتوي على باركات، تحتوي على حدائق. ومع تزايد اعداد الاصابات بالامراض النفسيه في نينوى، لجأت منظمات دولية إلى فتح مراكز في مناطق مختلفة من الموصل، وخاصة تلك التي تحتاج إلى تداخل علاجي. مع غياب مركز لإيواء المختلين عقليا الذين تتراوح أعدادهم ما بين 60 إلى 100 مريض، باتت الشوارع والأسواق مأواهم ومسكنهم وسط مخاوف من استغلالهم من قبل عصابات الإتجار بالبشر. قاسم زيدي، UTV، الموصل. الموصل تروي وقائعها وحكايات موروثها عبر مهرجان يستخدم المسرح والدمى والصور والأفلام وسائل للتعبير. بعد نجاح كبير حققه مهرجان الموصل تروي في بغداد وأربيل، عاد ليعرض مواهب المشاركين فيه بالموصل. قصص وروايات مستنبطة من وقائع حقيقية يجسدها فنانون وفنانات بأعمال مسرحية مختلفة. مشروع الموصل التروي هو مشروع يتكلم عن التراث والكثير من الأمور الإيجابية التي كانت ولا زالت في مدينة الموصل. اليوم هذه الفكرة، فكرة مسرح الدمى، فكرة جديدة وغير مطروقة تدخل إلى مدينة الموصل من خلال التعامل مع الدمى وجعلها تتكلم وتحكي القصص. معرض للصور وعروض لمسرح الدمى وأفلام قصيرة وكتب مليئة بقصص واقعية استنبطت من أبناء الموصل، جميعها عرضت في المهرجان بلغات عديدة لتكون متاحة لجميع فئات المجتمع وكذلك السياح الذين لم يفوتوا هذا المهرجان. اليوم مهرجان الموصل تروي هو أحد سلسلة مهرجانات تقام في جميع أنحاء العراق. اليوم في محافظة نينوى، في تحديدا في قضاء الموصل. طبعا رسالتنا من هاي المسرحية إنه الموصل بها الكثير من الأفكار والثقافات اللي نحن نريد نعكسها عن العالم. وتشهد الموصل بين آونة وأخرى إقامة مهرجانات فنية وثقافية يسعى صانعوها إلى عكس صورة إيجابية عن المدينة، وأنها عادت لتكون حاضرة للثقافة والفن والإبداع كما كانت منذ آلاف السنين. وتعد الأعمال الفنية والمسرحية بمختلف أشكالها جزءا من الموروث الثقافي للموصل، فهذه الفعاليات غابت عن المدينة لنحو 3 سنوات، لكنها عادت لتروي ما عانت منه المدينة ليس على أرضها فحسب، بل في كل مدن الوطن. من الموصل، محمد سالم، UTV. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.